يعقد قطاع الشؤون العربية والأمن القومي الندوة الثانية والخمسين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية لمناقشة موضوع تعاون الأجهزة الأمنية مع القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن الوطني، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا ومراسلة أونلايف جرمين إبراهيم. جرمين، بداية صباح الخير، يعني هل لديك فكرة جرمين، هل توحيد المصطلحات والمفاهيم سيكون على مستوى الدول العربية أم ماذا؟ بالفعل نتابع معكم من داخل مقر جامعة الدول العربية ما تقيم قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، إدارة الشؤون العسكرية ومجلس السلم والأمن للندوة الثانية والخمسين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية. هذه الندوة التي بدأت اليوم في أول أيامها وتستمر حتى يوم 13 من أبريل الجاري تحت عنوان تعاون الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في المحافظة على الأمن الوطني. هذه الندوة التي يرأسها العميد هاشم برقعة رئيس وفد دولة ليبيا. بشكل أساسي هذه الندوة بتركز على تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية نظرا لأهمية هذا التعاون في مواجهة ما يحدث في عدد من الدول العربية من مواجهة الإرهاب والتطرف في مختلف الدول العربية. فهذا هو موضوع الندوة الأساسية الذي تأتي هذه الندوة بمشاركة عدد من ممثلي الجيوش العربية. بدأت هذه الندوة صباح اليوم بجلسة مفتوحة، وبعد ذلك تم رفع هذه الجلسة وتم عقد جلسة مغلقة للبدء في فعاليات الندوة. بشكل عام اليوم ستكون جلسة مفتوحة للمناقشة وعقد المناقشات بين مختلف ممثلي الجيوش العربية، وتبدأ فعاليات الندوة غدا، والتي كما ذكرت تأتي تحت عنوان تعاون الأجهزة الأمنية مع القوات المسلحة في المحافظة على الأمن الوطني وسبل أيضا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. يجب أيضا أن نشير أنه اليوم كان مزمع عقد لقاء بين الأمين العام لجماعة الدول العربية ورئيس وزراء اليمن، ولكن تم تأجيل هذا اللقاء لأجل غير مسمى نظرا لمغادرة رئيس وزراء اليمن البلاد. وكان سيتم في هذا الاجتماع مناقشة آخر التطورات في اليمن، وسيتم تحديد موعد لاحق لعقد هذا الاجتماع. أعود إليك مرة أخرى. طيب جرمين، عن آخر التطورات في الجيوش العربية، أيضا هناك ربما مصطلحات، هل هذه المصطلحات ستكون خاصة فقط بالرتب الموجودة في الجيش؟ يعني هو بشكل عام موضوع الندوة بيأتي لتوحيد هذه المصطلحات المتعلقة بالجيوش العربية والرتب داخل الجيوش العربية، سبل توحيد هذه المصطلحات وتعزيز التعاون المشترك، لأنه بيجدوا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مساعدة الجيوش العربية والدول العربية المختلفة من أجل يعني القيام بدورها وأيضا في دورها الحالي في مواجهة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون المشترك بين هذه الدول. طيب جرمين إبراهيم مراسلة أونلايف، أشكرك شكرا جزيلا لك.